اهلا بيكم كل اب وكل ام وحلقه جديده من برنامج ابنك على ما تربيه. هنتكلم النهارده على موضوع مهم جدا بيقابلني كتير مع الاباء والامهات. ابني ما عندوش ثقه في نفسه، بنتي بتتكسف ما عندهاش شخصيه. اسباب ضعف الثقه بالنفس هي الحاجات اللي احنا ممكن نكون بنعملها بشكل لا واعي، واحنا مش قاصدين طبعا ان احنا نعمل كده في اولادنا. الحاجات اللي ممكن تخلي اولادنا ما عندهمش ثقه او عندهم ضعف الشخصيه، اول حاجه احنا بنعملها لاولادنا ممكن تخليهم ما عندهمش ثقه بنفسهم هي الحمايه الزياده. وده غالبا بيحصل مع الطفل الاولاني. الطفل الاولاني ده احنا بنبقى خايفين عليه قوي، مش بيخرج الا معانا بكل حاجه، احنا موجودين على طول في ظهره. لو اتخانق مع حد من العيال الصغيرين نجري عليه على طول، لو وقع نتخض جامد. ففي حمايه زايده قوي بتخلي الطفل ما يبقاش عنده احساس بان هو يقدر يعمل حاجه لوحده، دايما بيبقى معتمد على بابا او على ماما. ده السبب الاولاني. السبب الثاني حاجه شبهه كده شويه، اسمها الدلع بقى، ان الواد ده الواد الوحيد، او الواد ده الواد الصغير، الواد ده الواد الامور، هو ده اللي في العيله، فاحنا كلنا بندلعه، بابا وماما وتيتا وجده كل الناس بتدلعه. وبالتالي بيطلع الولد ده اناني، وكمان كده تحس ان هو مش عارف يعمل حاجه لوحده، هو مستني دايما ان في حد يعمل له الحاجه اللي هو عايز يعملها، ما بياخدش التجارب بتاعه الحياه، وبالتالي كل حاجه جايه له بالسهل. ازاي هيعرف ان الحياه فيها مشاكل ويعرف يتعامل مع هذه التحديات لو احنا بندلعه في كل حاجه؟ السبب الثالث الضرب والتخويف. الضرب والتخويف لما اكون بخوف ابني، مثلا تلاقي بعض الناس بيخوفوا اولادهم بحيوانات، بان في مش عارف عفريت بره، ان ممكن يكون في حد مثلا هيخطفك لو انت نزلت لوحدك، لو في حد طلع قدام باب الشقه مش عارف هيحصل لك ايه. الضرب اللي احنا بنضربه لاولادنا ده بيخليهم يحسوا بان هم عندهم احساس بالدنيا، وان هم قليلين، وان هم خايفين كمان من اي حاجه بتحصل معاهم. السبب الرابع اللي ممكن يخلي اولادنا ما عندهمش ثقه بنفسهم التهديد. التهديد زي مثلا ممكن تلاقي الام زهقت قوي من العيال فتقول له انا هسيب البيت وامشي. احساس بعدم الامان، احساس بان هو حتى اقرب الناس ليه مش قادرين يستحملوه. التهديد بان انا هموت نفسي، هموتكم، الحاجات اللي احنا ممكن نهدد بيها عيالنا، الحاجات دي ممكن كلها تسبب احساس بعدم الامان، وعدم الامان يؤدي الى احساس بعدم الثقه بالنفس والدنيا. من الاشياء اللي ممكن تخلي اولادنا ما عندهمش ثقه بنفسهم، اعتقد احنا بنتكلم في رقم 5، هو المقارنة بين العيال وبين بعضها. شايف اخوك، شايف ابن خالتك، بيحسسني بالدنيا، بتحسسني ان انا قليل، بتحسسني ان انا وحش. ارجوك توقف عن موضوع المقارنة. وزي ما احنا بنقول في الفيديوهات بتاعنا، لما بنعرف الاولاد دول عاملين زي البذرة كده، عاملين زي النبات، في عندنا حاجات بتساعد على نمو النبات نمو صحيح، وفي عندنا حاجات بتضر النباتات. احنا بنتكلم النهارده عن الاسباب اللي ممكن تضر النبته دي. لما تشيل الحشائش الضاره من حوالين ولادك، يبقى ساعتها ممكن النبته دي تطلع بشكل لطيف وبشكل صحي. يبقى رقم 5 هي المقارنه بينه وبين اي حد تاني. وانا عارف ان ده بهدف التحفيز، ولكن للاسف دي بتجيب نتيجه سلبيه، واعتقد ان انت جربتها، ممكن تكون جربتها مع بابا او ماما او اي حد بيقارنك. هتلاقي ان انت عندك احساس بالدنيا، واحساس بان انت اقل من الاخر اللي بيقارنوك بيه. رقم 6 التقليل من شأنه قدام الاخرين، ان انا هزقه قدام الناس، ان انا اعاقبه قدام الناس، ان انا اتريق على طريقته، اتريق على كلامه، التقليل من رأيه. وخاصة كمان لما يكون طفل مثلا حتى مراهق، احنا برضو بنلاقي ان الاب والام ممكن يبصوا له بصة كده قدام الناس، الحاجات دي بتحسسه بان هو قليل، وحسسه ان هو وحش، وتحسسه ان هو ملوش قيمة. فالتقليل من رأيه والتقليل من شأنه والتريقة عليه دي كلها ممكن أسباب تؤدي في النهاية أن الطفل ده ما يحسش بثقة في نفسه، يكون ضعيف الشخصية. رقم 7 أن أنت تكون حاطط معايير عالية قوي لأولادك، أنت طالب منه أن هو يكون متفوق في كل حاجة، بتحط له سقف عالي قوي هو ما بيقدرش يوصل له في حسب المرحلة العمرية بتاعته، فممكن يحس بالدنيا ويحس بأن هو أقل من المعايير اللي أنت بتطلبها منه. رقم 8 هي التصحيح والتعديل المستمر لسلوكيات ولادنا. من حرصنا الشديد جدا أن هم يطلعوا حاجة كويسة، فإحنا دايما بنحاول نصححهم، بنحاول أن احنا نحطهم على الطريق الصحيح. من كتر التعليمات ومن كتر التصحيح الولد بيبدأ يحس بأن هو إيه ده، أنا فيها كل العيوب دي، أنا ما بعملش حاجة كويسة خالص. يبدأ يحس بالدنيا ويبدأ يحس بالثقة قليلة في نفسه. رقم 9 الفشل. احيانا ممكن يكونوا اولادنا فشلوا في دراسه، في مباراه، في بطوله، في حاجه. مع التانيب المستمر، مع الانتقاد المستمر، الولد بيحس ان هو ما عندوش هذه القدرات وهذه الامكانيات اللي تخليه يتخطى الفشل اللي هو عدى بيه. دي كانت الاسباب اللي ممكن تخلي اولادنا
ما عندهمش ثقة بنفسهم. أرجوك راجع التسع أسباب دول، شوف أنت بتعمل إيه منهم علشان تتوقف عنه نهائي، لأن واحدة من الحاجات الأساسية جدا في التربية الصحيحة إن أنا أشيل كل الأخطاء اللي أنا بعملها وأبدأ أعمل حاجات أو أعمل سلوكيات إيجابية. إزاي يبقى عندي ثقة بنفسي وإزاي أعرف قيمة نفسي؟ سؤال مهم جدا، والثقة بالنفس عامل من أهم العوامل للوصول للنجاح. ثقة بالنفس بتساعدني على ان انا مهما وقعت اكمل. ثقة بالنفس بتساعدني على ان انا اعمل علاقات مع الاخرين وانجح معاهم. ثقة بالنفس بتساعدني على ان انا احل كل المشكلات اللي بتقابلني في الحياة. ولكن ثقة بالنفس يا ترى هي مكتسبة ولا موروثة؟ معظم الناس بيقولوا ان الثقة بالنفس مكتسبة، لكن انا عندي ايمان ان ربنا خلقنا كل واحد فينا ومديله ثقة بنفسه. ولكن احنا اتسحبت مننا الثقة بالنفس اثناء التربية. اول حد سحب منك الثقة بنفسه على فكرة من غير ما يقصد بابا وماما. بابا وماما بيعملوا شوية اخطاء كده في النهاية بتحسسني بالدنيا، بتحسسني بالنقص. اول حاجة بابا وماما بيعملوها علشان يشجعونا، احيانا بيقولك يا فاشل، احيانا بيقولك انت ما بتفهمش، احيانا بيقولك انت غبي، انت عمرك ما توصل لانت حاجة. قال يعني بيشجعونا وقال يعني هيوصلونا كده للي هم عايزينه. لكن ده للأسف بيخليني احس احساس بالدنيا واحساس بان انا قليل. الحاجة التانية اللي بابا وماما بيعملوها في منتهى الخطورة هي المقارنة بيني وبين حد تاني. المقارنة بيني وبين حد تاني بتعمل حاجتين، اول حاجة بحس ان انا قليل، تاني حاجة انا بكره الشخص ده، انا نفسي يفشل، انا نفسي ان هو ما يوصلش، لان انا حسيت ان في دايما مقارنة بيني وبينه. الحاجة التالتة اللي بابا وماما بيعملوها العقاب الشديد والقسوة في التربية، ده بتخليني احس بان انا قليل وان انا ما عنديش ثقة بنفسي. بتطلع بعد كده شوية بتروح لمدرسين مش مختلفين كتير عن بابا وماما، بالعكس يكونوا اكثر قسوة، ويبدأوا فعلا ينعتونا ببعض النعوت السلبية، يا حمار يا فاشل انت ما بتفهمش، انت حمار اقعد ساكت. وده للأسف في النهاية بيخليني احس بعدم الثقة بالنفس. كمان زمايلنا اللي حوالينا مش بيسيبونا في حالنا، ما فيش حد فينا ما حدش اتريق عليه وهو صغير، وده بيحسسني بان انا قليل. خلصنا من الحاجات اللي برة، انت كمان مع نفسك بتقلل من قدراتك، انت كمان بتشك في قدراتك نتيجة طبعا للحاجات اللي جات لك من بره. واحيانا تسقط في حاجة فتفتكر ان انت ساقط طول عمرك، احيانا تفشل في حاجة صغيرة فانت تساوي الفشل في الحاجة الصغيرة دي بالفشل في الحياة كلها. دي كلها حاجات في النهاية بتحسسني بالدنيا وتحسسني بالضعف. طب هل في امل؟ طبعا في امل. الثقة بالنفس زي ما احنا بنقول ان هي حاجة ربنا خلقني بيها، هي شوية مستخبية بشوية تراب وشوية تجارب وتفسير للتجارب دي، لكن انت تقدر لو اتبعت الخطوات اللي انا بقولك عليها هتقدر توصل للنجاح اللي انت عايزه في احساسك بالثقة بالنفس. كتابي مفاتيح النجاح وحدها لا تكفي بيتكلم كله عن الثقة بالنفس بالتفصيل، تعرف خطوة خطوة ازاي ممكن توصل للثقة بالنفس. لكن انا هقولك دلوقتي على حاجة اسمها ازاي نحسن الصورة الذاتية. تقريبا في الستينات من القرن اللي فات كان في دكتور اسمه ماكسويل مالتز. الدكتور ده كان دكتور تجميل، ولكن هو اكتشف ان بعض الناس اللي بتعمل لهم عمليات الجراحة والتجميل بيرجعوا له تاني يقولوا له احنا مش حاسين بأي تغيير، احنا مش حاسين ان احنا مناخيرنا صغرت او ودارنا صغرت، مش حاسين بأي حاجة. فاكتشف ان كل واحد فينا عنده جوه نفسه كده جوه دماغه صورة عن نفسه. يعني لو انا تخين اللي منعني ان انا اخس اني انا شايف نفسي جوه نفسي تخين. لو انا ما عنديش ثقة في نفسي دايما الصور اللي موجودة جوه دماغي هي الصور الذهنية القديمة من وانا صغير، شايف نفسي وانا عبيط وانا صغير، شايف نفسي وانا عندي مشكلة وانا صغير، فالصورة دي هي اللي موجودة جوه دماغي وهي دي اللي في النهاية احنا محتاجين نغيرها علشان نوصل للثقة بالنفس. هقولك على ثلاث حاجات تقدر تعملهم علشان توصل لصورة ذهنية صحيحة عن نفسك. رقم واحد، اقبل نفسك. هو في حد ممكن ما يكونش بيقبل نفسه؟ معظمنا للأسف ما بيقبلش حتة في نفسه. يعني ممكن تلاقي واحدة مثلا ما بتحبش مناخيرها، بتحبش ودنها، بتحبش شعرها، بتحبش لونها، ما بيحبش طوله، ما بيحبش أسره، ما بيحبش ان هو لابس نظارة. الحاجات دي كلها هو مش قادر يقبلها في نفسه، وبالتالي نفسه بتهاجمه ويبقى فيه صراع بيني وبينها، فما بقدرش اوصل للحاجة اللي انا عايزها. ازاي اقبل نفسي؟ تمرين انا اتعلمته من استاذي وين داير بنتكلم فيه عن ازاي تقبل نفسك من خلال المراية. تمرين انا الحقيقة بسميه تمرين الجنان، لان انت هتقف قدام المراية وتشوف نفسك وتبص لعينك، في عينك مش في اي حتة في جسمك تاني، انت هتبص في عينك وتقول، طبعا هتقول اسمك انت لكن انا هقول دلوقتي اسمي، ايهاب انا بقبلك زي ما انت وبحسن من نفسي باستمرار. ايهاب
انا بقبلك زي ما انت وبحسن من نفسي كل يوم. اول حاجة ان انت لما بتقبل نفسك، نفسك بتساعدك على صنع التغييرات وانت بتحسن نفسك كل يوم. بتعمل التمرين ده كل يوم الصبح وكل يوم بالليل بصوت عالي، بتسمع نفسك وبتبص لعينيك وتقول انا بقبلك زي ما انت وبحسن من نفسي كل يوم. الحاجة التانية ان انت محتاج ان انت تعملها ان انت تحب نفسك. اتعلمنا كده ان اللي بيحب نفسه اناني، لكن الحقيقه انت لو ما بتحبش نفسك مش هتقدر تحب الحياه ومش هتقدر تحب اي حاجه في الدنيا. انت محتاج رقم واحد تحب نفسك. خليني اقول لك، لو في نادي اسمه نادي المحبين ليك، تفتكر مين رئيس النادي؟ لازم تكون انت رئيس النادي. يعني لو في نادي اسمه نادي المحبين لإيهاب، مين المفروض يكون رئيس النادي؟ إيهاب هو اللي المفروض يكون رئيس النادي. فانت اول واحد مفروض ان انت تحب نفسك. هتحب نفسك ازاي؟ هتقف قدام المرايه وتقول لنفسك انا بحبك زي ما انت وبحسن من نفسي كل يوم. ايهاب انا بحبك زي ما انت وبحسن من نفسي كل يوم. انا عايز اقول لك ان التمرين ده والتمرينين دول سحر. بتبدا فجاه تلاقي نفسك انا بقيت احلى، فجاه انا بقيت اكثر ثقه بنفسي، فجاه انا حاسس ان انا عايز اتقدم وعايز اكل الدنيا كلها اكل. الحاجه الثالثه، اعرف قيمه نفسك. خلي بالك، لو انا معايا فلوس، معايا 200 جنيه زي كده مثلا، وقلت للناس مين عايزينها، مين عايز ال 200 جنيه دول، فكتير هيقولوا لي احنا عايزين ال 200 جنيه دي. طب لو انا مسكت ال 200 جنيه دي كده وكعبشتها كده وقلت لك مين لسه عايز ال 200 جنيه دي، في ناس هتكون لسه عايزاها. لو انا مسكت ال 200 جنيه دي ورميتها في الشارع، مين لسه عايزها؟ برضه في ناس عايزاها. ليه؟ لان لا تزال قيمتها فيها. كل اللي انا هعمله ان انا هعمل كده واروح اصرفها. حتى لو اتقطعت على فكرة بتلزقها وتروح تصرفها، حتى لو فاضل منها النمرة بس بتروح تغيرها، لأن قيمتها لسه فيها. خليني أقولك إن مهما حصل لك في الماضي، مهما كانت الجراح اللي انت عديت عليها في الماضي، مهما كانت المشكلات اللي انت مريت بيها واللي انت لسه بتمر بيها دلوقتي واللي انت هتمر بيها بعد كده، ده ما بيغيرش قيمتك أبدا. عارف ليه؟ لأن قيمتك الحقيقية موجودة في الروح اللي ساكن جواك. قيمتك الحقيقية موجودة في الروح اللي متصلة بالخالق، فدي ما بتتغيرش. الحاجة الوحيدة إن إحنا لما بنموت قيمتنا بتروح، لأن خلاص الروح راحت لخالقها. لكن إحنا في الحقيقة طول ما إحنا عايشين إحنا لينا دور، إحنا مهمين، إحنا لينا قيمة. فأنت اعرف إن قيمتك مش إنجازاتك، مش من شكلك، مش من لونك، مش من عمرك، مش من أي حاجة أنت بتعملها. قيمتك إن أنت جاي هنا الحياة، معنى إن أنت جاي الحياة وبتتفرج على الفيديو ده، يعني أنت ليك دور، يعني أنت ليك مهمة، يعني أنت ليك غاية من الحياة، يعني أنت تقدر توصل للي أنت عايزه، لأن ربنا خلقك علشان تنجح. ربنا خلقك ومديلك كل القدرات اللي أنت محتاجها علشان توصل للي أنت عايزه. آمن بنفسك واعمل الثلاث تمرينات دول وتأكد إن أنت هتحس بتغيير لحظي. هتحس بان انت فعلا انت تستحق ان انت تعيش حياة جميلة وحياة سعيدة. لحد ما اشوفك الاسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من هكذا اجبت. إيهاب ماجد. الشخص الضعيف او الشخص اللي حاسس بالدنيا او الشخص اللي عنده احساس بالنقص، هو دايما عنده خوف من المستقبل، مش عارف بكرة ممكن يكون شايل له ايه. ولكن لو انا عندي ايمان داخلي وانت خدتني من المكان بتاعي ورحت خدتني في مكان جديد خالص، انا عارف ان انا زي ما نجحت هنا هقدر ان انا انجح في مكان تاني. انا عندي ايمان بالقدرات اللي ربنا اديها لي. ربنا واقف معايا، زي ما واقف معايا هنا هيقف معايا بكرة، وهيقف معايا في المستقبل، وهيقف معايا في اي حاجة. فعلشان كده انا محتاج اقول ان الشخص اللي هو الضعيف او عنده احساس بالنقص بيكون خايف، محبط، حاسس بان الحياة ظالمة، حاسس بان الناس مستقصداه، حاسس بان هو ربنا ما ادالوش كل القدرات اللي مفروض ان هو يديها له. وده احساس قاتل جدا قاتل. بالنسبة للشباب ان انا احس بالدونية. اول خطوة من خطوات النجاح، ولما عملوا دراسات كتيرة على كل الناس الناجحين في اي مجال، سواء سياسيا او رياضيا او في المجتمع او في التعليم او في كل حاجة، اكتشفوا ان اول سر من اسرار النجاح ان الانسان يكون واثق في قدراته، واثق في نجاحه. فانا عايز اقول لكل شاب، اكتشف قدراتك الحقيقية وابني ثقة بنفسك مبنية على ان ربنا ما سابنيش في العالم من غير ما يديني كل القدرات اللي انا محتاجها علشان اعيش في هذا العالم. في حاجات كتيرة ممكن ننمي بيها أنفسنا علشان نوصل للثقة بالنفس. فخلينا نأكد أن الثقة بالنفس واحدة من الحاجات الأساسية اللي ممكن توصلك للنجاح، تتخلص بيها من الخوف، تتخلص بيها من اليأس، تتخلص بيها من الإحباط. دول مش هيبقوا موجودين عند شخص واثق من نفسه.